فهمنا الكوتشنج والمنتورنج كويس قوي، انا مش عايزك تعمل حاجه. مش عايز بعض الناس اللي بتشوف الفيديو النهارده تقول لك بص طب حلو قوي انا عايز اشتغل في مثلا في الماركتنج. فانا همسك الماركتنج دايركتور اللي موجود عندي في الشركه واروح له واقول له عايزك تبقى المنتور بتاعي. اقول لك الله يا جماله، وايه واقول له ايه علمني. الله عليك يا دكتور ازاي عملتها، علمني يا دكتور. طبعا ده استهبال. عايز تتعلم من منتور، خد حد اعلى منك 1 ليفل 2 ليفل، بلاش تروح للماركتنج دايركتور لانه وقته هيبقى بيزي جدا وعنده حاجات كتير قوي. هل ده بيحصل؟ بيحصل طبعا من غير ما انك تقعد تطبل. لو انت عايز تتعلم من سينيور كبير قوي ماركتنج دايركتور تقدر تعمل دوت، بس انت كميديكال راب النهارده مش محتاج تعرف ده من ميديكال دايركتور، تعرف ده من برودكت مانجر. من اول حد شغال عندك في التسويق اعرفه بيعمل ايه في الشغلانه بتاعته. مش انت قلنا عايز تعرف شغفك، ولا انت عايز عايز تعرف شغفك يبقى اعرف الشغلانه شكلها ازاي. طيب هتقول لي والله يا مجدي يعني كلام حلو، بس انت يعني ايش عرفك بقى ان انا لما هسال الناس دي وهسال المنتورز دول ان انا المعلومات اللي اخدتها دي هي اللي انا عايزها؟ هقول لك جرب. هتقول لي اجرب ازاي؟ هقول لك كل الشركات يا جماعه، كل الشركات بيدوا فرصه ان انت تاخد اساينمنت. كل الشركات ممكن بعد 6 شهور، ممكن بعد سنه، ممكن بعد سنه ونص. ولو مش قادر تعمل ده تجربه في المنطقه بتاعتك وفي الاريا بتاعتك وفي السيلز ريسبونسبيلتي بتاعتك. بعد كده توري البرودكت مانجر، بص تقول له بص انا عملت 1 2 3 4، انا قريت شويه في الماركتنج بلان ودي الخطوه رقم 3 بعد ما قلنا كارير اسسمنتس، عملت كارير كونسلنج وبعد عملت بيرسوناليتي اسسمنت، ودي الخطوه رقم 4 بعد ما عملت بيرسوناليتي اسسمنت عملت تقييم للشخصيه بتاعتي، شفت كارير كوتشنج حد اونلاين يقدر يساعدني في دوت، شفت لي منتور بعد كده في الشركه بتاعتي او في مجال العمل بتاعي عشان نشوف تطوري شكله ازاي. هطلب بعد كده بقى ان اخد اساينمنت، اخد حاجه تكليف صغير كده مع شغلانه عندي عشان اقدر اطور في شخصيتي، ده غير شغلي. طب لو انت ازاي هتاخد الاساينمنت ده؟ مديرك هو اللي يقول لك كده، ما تروحش تجري لوحدك وتكلم الماركتير او تكلم السيلز او تكلم غيره فمديرك يزعل والناس تزعل من الشركه ويبقى عندك مشكله. انا بدي لك ايه عشان تتعلم من اخطاء غيرك وعشان اثر عليك ايه المسافات. هتقول لي والله مديري مش عايز يديني اي اساينمنت دلوقتي، بيقول لي قدامك 3 سنين عشان اقدر ادي لك فرصه زي كده. هقول لك ساعتها رقم 5، طبق الكلام دوت في شغل اللي انت فيه. هتقول لي طب ازاي؟ يعني اقرا ماركتنج. النهارده عرفت ان في ماركتنج بلان، الماركتنج بلان اللي خطوات بتاعتها 1 2 3 4 5 6 7 10. رحت للبرودكت مانجر وقال لك الشغلانه دي شكلها ازاي وبعت لك بعض الماركتنج بلانز اللي هو بيعملها كل سنه. جيت بصيت على الماركتنج بلان دي قلت طب انا عايز اعمل بقى في المنطقه بتاعتي مع الدكاتره بتوعي مع العملاء بتوعي خطه من اعرف ايه المشكله اللي موجوده عندي مع المرضى او المشكله اللي موجوده التحدي مع الدكاتره، واعمل خطه ازاي تفلفل دي، والخطه اللي هتفلفل او هتحل المشكله دي تكون فيها بروفيتابيليتي للمنتج بتاعي، واقدر اتكلم عن المنتج بتاعي واحط له الخطه بتاعتي واحط اكسكيوشن بلان ليها قويه جدا وانفذها واتراك الامبلمنتيشن واشير الكلام دوت بشكل كويس قوي مع مديري ومع البرودكت مانجر لو انا عايز اشتغل في التسويق.